تختلف قلنا أنواع الالتواءات باختلاف القوة المؤثرة أو مقدار ونوع القوة المؤثرة. فإذا كانت حركة رفع معها حركة بدون دفع جانبية حيكون التواء منتظم، إذا كان في عملية دفع خفيفة حيكون التواء مائل، مع زيادة القوة الدفع الجانبية حيزداد عندي ميل المحور، وتزداد عملية الدفع الجانبية حيكون عندي طية مائلة أو ثنية مائلة، مع زيادة الدفع الجانبي تزحف إحدى الطبقات بالكامل على الطبقة المجاورة لها وتستقر فوقها، وبالتالي نسموه التواء مستلقي أو راقد. هنا الأنواع بداية من الالتواء المائل، الصفات اللي فيه التواء المقلوب العكسي، الالتواء المنتظم اللي هو تساوي فيه جانبي الالتواء، الالتواء الغير منتظم اللي هي زيادة دفع جانبية تؤدي إلى عد أحد أجنحة الثانية يكون أكثر من الجناح الآخر، الالتواء المتوازي اللي تتعدد فيه الثنيات، الالتواء المستلقي اللي هي تسحب فيه الطبقة على الطبقة المجاورة لها. هنشوف العوامل اللي توقف عليها شكل الالتواء. شكل الالتواء يتوقف على نوعية الصخر ومقاومته لعملية أو مقدار الاستجابة الصخر لقوة الرفع أو قوة الدفع الجانبية، القوة اللي تأثر فيه. وطبعا في الغالب تكون الصخور الرسوبية هي اللي تحدث فيها التواءات لأنها تستجيب لقوة الضغط. الشيء الآخر، العامل الآخر اللي يأثر اللي هو مدى سمك الطبقات الصخرية. كل ما كانت سمك الطبقات الصخرية سميكة أو طبقة مكونات الصخر سميكة، كل ما كان هذا يحتاج إلى فترة طويلة من الزمن لكي تستجيب الطبقات. مدى القوة المؤثرة اللي هي مدى القوة، هل هي واتجاهها أيضا، هل هي قوة رفع أو هبوط، وهل معها دفع جانبية أو شد جانبي، هذا يحدد لي نوع الطية أو الثانية أي نوع حتكون. هنبدأ